تصفح الملفات والخرائط والبيانات عن طريق الأركتالوج. نقوم بفتح الأركتالوج عن طريق Start ArcGIS ArcCatalog. سنقوم الآن بالتصفح عن الملفات والخرائط والجداول الموجودة في ملف GIS1. نذهب إلى المكان الذي يوجد به ملف GIS1 هذا هو الملف. نقوم بالنقر على علامة الزائد لمعرفة ما بداخل الملف. نلاحظ أن هناك 5 ملفات بالإضافة إلى ملفين هي عبارة عن Personal Geodatabase. عند فتح الملف Redlands وذلك بالنقر على علامة الزائد، نستطيع تصفح المعلومات أو الملفات الموجودة وذلك باختيار أي ملف ثم النقر على الأمر بريفيو. نستطيع الآن تصفح الخريطة أو العناصر الجغرافية في الخريطة، وأيضا يمكننا الاستعلام عن أي عنصر وذلك بالنقر على الأمر Identify ثم اختيار أي عنصر جغرافي في الخريطة. وعند تغيير الخيار Geography من Preview نغيره إلى Tables، يمكننا تصفح البيانات التي تم إدخالها للعناصر الجغرافية السابقة أو للخريطة السابقة.